بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم مليون هلا ومليون غلا، مساء الفل والورد والياسمين مع طبابة ألف. اليوم إن شاء الله رح أكون أنا معكم أمين العبدالله، يوميا من السبت إلى الأربعاء وعلى مدى ساعة كاملة من الواحدة إلى الثانية ظهرا. اليوم لكل الناس اللي بدورون على ابتسامة حلوة، ابتسامة جميلة، بالذات النساء وحتى الشباب، خلينا نقول اللي بيحطون ايدينهم على فمهم لما يضحكون بيكون عندهم شوية احراج من اسنانهم. شو اللي راح اقول لهم؟ اقول لهم لا تدير بال ولا تشيل هم، مع طبابة ألف راح تلقى الحل. اليوم بمشيئة الله راح نتكلم عن ابتسامة هوليوود. لكل اللي بيعانون من ابتسامتهم حابين تصير حلوة وجميلة، إذا كان عندكم أي استفسار أو أي سؤال حابين تشاركون فيه معانا لليوم، كل اللي عليكم أنكم تشاركون معي عبر الاسمس مشتركين الاستيسي على 84770 موبايلي على 640660 وزين 7462 62. أيضا بإمكانكم أنكم تشاركون معي عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100، وأيضا تشاركوا معايا على صفحتنا بتويتر على آت ألف ألف أفهم. بحول موضوع اليوم ابتسامة هوليوود، لكل اللي يبون يحصلون على هالابتسامة الحلوة ما عليكم لكم بس يلا تبدو تشاركوا معاي حول هذا الموضوع. رح تكون اليوم ضيفتي الدكتورة إيمان الشريف، عضو الأكاديمية الأمريكية لطب وتجميل الأسنان من عيادات إبلاء بجدة. مساك الله بالخير دكتورة إيمان، حياك الله معاي من جديد وطبابة ألف. الله يسلمك، أهلين فيك. أنا جدا سعيدة اليوم متواجدك معاي من جديد. حكم غيبة يقرون الطاولة الغيبات جاب الغنايم دكتورة إيمان. إن شاء الله إن شاء الله. طيب الابتسامة دكتورة إيمان يعني من زمان، من يعني القدم، وهي بتعتبر كلمة السر يعني بكل لغات العالم. وين ما بنسافر ما بنعرف نتحدث، ما بنعرف نتواصل مع الناس، على طول بنبتسم. كل المواقف تقريبا فيها الابتسامة، يعني هي القاسم خلينا نقول المشترك في كل المناسبات، حتى ساعات الحزينة بتحزنين بس بتفتحين فمك أسنانك بتبان. الذكريات السعيدة حتى احنا مع روحنا لما قاعدين بنسرح وابتسامات، يعني بنتذكر ذكريات سعيدة أكيد إننا بنبتسم. الابتسامة خلينا نقول بعد أنها بتأثر بالثقافة بنفس الإنسان. يعني شنو ابتسامة هوليوود هذا اللي بنسمع عنها وين ما بنروح، في المجلات في الجرائد في كل مكان؟ يعني هلا طبعا ابتسامة هوليوود شيء انشهر كثير في العصر الحديث، فأكيد الناس عندها فكرة شو ابتسامة هوليوود، بس خلينا نوضح لهم شيء. احنا بنقول ابتسامة هوليوود، الابتسامة دائما جمالها عبارة عن كذا عامل مع بعض، شفاه لثة وأسنان، مش بس أسنان، فكلهم بيرتبطوا مع بعض. إذا أعطوني نتيجة حلوة تكون الابتسامة حلوة. بالنسبة لابتسامة هوليوود، هي بتتركز على تجميل الأسنان بقشور خزفية تجميلية بتطبق على السطح الخارجي للأسنان، بتم فيها تعديل شكل السن، طول السن، اتجاهه، لون الأسنان، وبيكون التعديل هذا بشكل دائم. حلو. طيب ابتسامة هوليوود هل لها أنواع دكتورة إيمان، ولا زي يعني اللي إحنا بنشوفه في التلفزيون؟ يعني بنشوف صراحة ما شاء الله تبارك الله الأسنان هذه بتشوفينها تقولين يعني أبي ودي أعطيهم عين. يعني أسنان بيضة مصفوفة ما شاء الله تبارك الله، هل لها أنواع ولا إيه بتعتبر طبعا واحد؟ هي بتكون القشور هذه، أنا مثل ما حكيت لك بتعطينا اتجاه ورصة حلوة لكل الأسنان. أنواعها هي أول ما طلعت ابتسامة هوليوود أو القشور التجميلية، خلينا نقول لأنه هنحكي عن الأسنان بالذات، في نوع بريب منير اللي هو بالتحضير، بنبرد شوي من طبقة المينا بدون بنش، طبعا برد بيكون جدا خفيف، قد ما هناخد من المينا قد ما حتكون سماكة القشرة اللي هنعطيها للمريض. أوكي. بعد هيك لما تطور الطب وصار عنا علاج تحفظي وبنحافظ على مينة الأسنان وهيك، صار عنا نوع تاني اللي هو نون بريب منير، اللي هو بيكون بدون تحضير للأسنان ولا برد للمينا ولا شيء. وفي منه نوعين، في بيتم بجلسة واحدة بنظام البوندينج سيستم. يا سلام. هذا الروعة، هذا حلو. وفي طبعا نوع تاني بيتم بجلستين. أوكي. اللي هو مثل خلينا نوضحها للناس بيسمعوا كتير لومينير نتشهر عليها، اللي هي بدون برد تالي الأسنان، اللي بجلستين طبعا بنحتاج مقاس بس بدون برد، وبعدين بيستلم المريض على جلسة تانية اللي عن طريق البوندينج سيستم بيكون بجلسة واحدة. نعم. طب يعني
شو الفرق اللي بيكون بين جلسه واحده وجلستين؟ هذا يعني عشان في برد وانه بياخذون قياس؟ لا هلا احنا في النوع هلا اللي فيه برد فعلا بيكون جلستين برضو وبناخذ مقاس وهذا الكلام. حتى النوع الاول اللي على جلستين بس بيكون ايش قشور خزفيه اختلاف الماده التصنيع اللي بجلسه واحده بيكون ماده الكومبوزيت فينير او خلينا نقول البوندينج سيستم بيكون اوكي بنعمل بجلسه واحده والمريض بالعياده وبيطلع فيها. بس الفرق انه هذه البوندينج سيستم عمرها شوي اقصر من الاولى. يعني كم عمرها؟ يعني خلينا نقول من سنتين لخمس سنوات اذا المريض سنوات. ايوه ولازمها متابعه كل ست شهور مع تنظيف اللثه بيعمل المريض لها تلميع وبده يحافظ عليها وعلى نظافه اسنانه لانها ممكن تتاثر بالتصبغات الخارجيه شاي هو هاي الشغلات. طبعا النوع بس خليني ازيد شغله النوع اللي بدون تحضير لازم يكون معمول بشكل متقن عشان ما يأثر لي على اللثة. نعم عشان ما يأثر على اللثة. أيوة ما يعمل لي التهابات باللثة لأنه يعني ما يكون ضغط أو قاعد على اللثة أو هذا الكلام. فبس بس يكون إنه معمول بشكل متقن. نعم. طب بس دكتورة إيمان يعني لما يسمعون الناس يعني بنقول بجلسة واحدة يمكن يعني من جد بيذهلون معقول بجلسة واحدة أنا أجي الإبلة وأطلع بهالابتسامة اللي أنا بشوفها في التلفزيون؟ إن شاء الله أكيد بجلسة واحدة وبيكون الابتسامة رائعة وترضي المريض إن شاء الله يا رب. طيب ابتسامة هلود من اللي يعملها يعني ممكن أي شخص يسويها؟ هلأ هي في حالات معينة ما بتصلح لها إلا مثلا بتكون تقويم أو مثلا إنسان عنده عضة عكسية صرير بالأسنان هاي ما بينفع يعملها. لكن إحنا يعني خلينا هيك نحط للمرضى إنه مين اللي بيقدر يعملها. الأسنان اللي ما بيقدر المريض يعمل تبييض لأسنانه مثلا أسنان لونها رمادي هذه ما بتتبيض يعني ما بتعطي نتيجة حلوة بالتبييض. أسنان فيها تشوهات للمينا تشوهات خلقية بتكون المينا سطحها مثل الطباشير مبقعة منقورة أو بسبب مثلا أدوية بتكون مثلا مخدها الأم أو الطفل وهو صغير عرفت كيف فبيعمل تشوهات في المينا أو تصبغات. في أسنان برضو بتكون فيها بقع فلورايد بقع بيضة مخططة فهي فيها خطوط بيضة بس تبيض حتبيض برضو معك على لونين فما حتحصلي على النتيجة. لكن طبعا اللي بيقدر يعمل تبييض هو أساسا التبييض يعتبر ابتسامة هوليوود. تبييض أيوه يعتبر لأنه في أسنان بتكون حلوة حتى لو فيها مثلا سن لافف شوي أو هذا بتكون حلوة بس يعني اللون بيضيف عليها جمال زيادة. أكيد فإحنا التبييض هو يعتبر ابتسامة هوليوود. لكن مثلا الناس اللي بتبحث عن تبييض دائم مذيعين فنانين عرفتي لأنه التبييض بس مشكلته إنه غير دائم وإحنا ما بننصح فيه أكثر من مرتين بالسنة مثلا كل ست شهور ممكن يبيض بس مثلا كل شهر كل شهرين كل لا حيأثر على المينا لأنه مادة حمضية ما بدنا تضعف المينا. انزين طالما قلت كذا يعني طبيت يا دكتورة إيمان يعني بنشوف فيه تبييض منزلي يعني في الصيدليات وكثير مثلا موجود في الصيدليات بيقول لك خذي ده ده كويس خالص حيبيض لك أسنانك هو تركيز المادة بيكون بنقرا دكتورة إيمان يعني والله من جد بنقرا في الجرايد بنقرا بالذات الجرايد طبعا حقت الإعلانات بالتلفزيون بنشوف يعني ما قصروا قنوات الإعلانات يعني حتى بيقولوا لك النفس الماس صاير أسنانك من جد هذه بتأثر بالمينا هلأ التبييض اللي بينباع اللي هو يعني بيستخدمه المريض لوحده خارج العيادة بتكون تركيز المادة جدا قليل عشان ما يضر لي لا لثة ولا يعمل حروق فيها ولا عرفتي النسيج الفموي. لكن هي بتبيض يعني درجتين بالكتير عرفتي والمشكلة يحسوا بفرق يعني من جد صراحة دكتورة ما هو بيعتمد على عوامل. إذا الأسنان فيها مثلا شفافية كتير ما حتحسي بالفرق. الأسنان اللي لونها كتيم بحس بالمريض بالفرق إنها تبيضت أوكي. لكن مش حيكون التبييض يعني مثلا أنا إحنا شو بنحكي إنه المذيعين والفنانين اللي البياض اللي أنت بتسأليني عنه بالأول اللي أنا بالبياض البياض بياض مش حياخذوا للأسف لا مش هياخذوا التبييض لأنه حيكون درجتين ماكسيمم ومع الشاي والقهوة والعوامل الخارجية الملونات هاي في الأكل بتلاقيه يخف وللأسف ممكن خلال 4-6 شهور يرجع 4-6 أشهر فينا مرة سريع يعني نبي شيء حل يعني حق سنتين ثلاثة أربعة لا هيك وقتها القشرة كسولة أنا طيب دكتورة إيمان بس لك سؤال يعني هذا ماكو أحد ما بس يعني بسمعنا أكيد إنه يبي يسأل السؤال هذا بالذات البنات يعني شكلها شكل يعني التبييض أو ابتسامة هوليوود هل بتصلح مين تصلح يعني هل تصلح للجميع وبالذات يعني أنا حابة أسأل مثلا بشوف لك مثلا هيفاء وهبي ولا نانسي عجرم ولا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحلام يعني بنشوف أنا أيدر شلون أسنانها صارت تهبل هل ممكن أنا أجيب لك صورة أحد بالمجلة وأقول لك أنا أبي مثل مثل ابتسامتها مثل أسنانها ممكن هلا ممكن تكوني بدك مثلا نفس البياض بس خلينا نحكي إنه يعني مثلا ابتسامة أمينة لأمينة ما حتنفع لغير ما بينفع النسخ عرفتي كيف لأنه كل شكل يعني كل شكل وجه لون بشرة عمر
لو كان مثلا اللي قدامي المريض مثلا رجل او امراه حيفرق، عرفتي كيف؟ احنا عندنا شيء في طب الاسنان التجميلي اسمه سمايل ديزاين، كل واحد له مع شكل وشه ديزاين معين، ما بينفع مثلا اجيب اسنان فلان واركبها لفلان، عرفتي يعني شكل لثه هذا غير هذا، شكل الشفايف هذا غير هذا، وشه هذا مدور، طول الوش بيضاوي، فما بينفع النسخ، عارفه كل واحد وله سمايل ديزاين معينه بتتعمل حسب شكله. يعني مثلا عندك اذا المريضه مثلا خلينا نقول فيميل ست ناجت العياده اوكي امراه، الاسنان بتكون ناعمه، زواياها شوي دائريه، عرفتي كيف؟ صغيره بنحاول نخليها. اذا رجل لا بتكون شوي فيها طول، الزوايا شارب حاده مثلا اوكي واضحه، الاسنان الانياب بتكون غير لو كان ست عند رجل، الستات بنلجا دائما للدائريه مثلا، الرجال ممكن لا تكون واضحه، عرفتي كيف؟ نعم. حليمه بولد اسنانها من قدام شوي يعني اطول من الانياب، اطول يعني مسويات زي السنجاب كذا سنجوب صغير بس طبعا بس حلو عليها يعني. ما بحكي لك كل شكل وكل ابتسامه سبحان الله بتكون لها لا ديزاين يعني معين في الابتسامه. عندنا العمر كثير بياثر، مثلا لما يكون حدا كبير بالعمر اوكي بنلجا نطول الاسنان، لانه مع التقدم بالعمر بصير يدروب في عضله الشفه الفوقانيه اوكي، فلما يبتسم الكبير بالعمر مثلا اربعيناتي خمسينات تحسي انه الاسنان العلويه ما بتبين، فهذه بتعطيكي مظهر من مظاهر الشيخوخه، بتصير الاسنان السفليه بس اللي بتبين، بعكس اللي مثلا بالعشرينات، بعكس اللي باوائل الثلاثينات ايوه، وكمان فوق ال 30 كل ما الانسان يتعدى بالعمر فوق ال 30 تبدا بتحسي الاسنان تقصر شوي، فما بتكون بتبين في الابتسامه. شلون تقصر الدكتور يعني شلون يعني نعرف ان الواحد عوامل تعري بالاكل مع الاستخدام ومع الدروب اللي بصير. والله هذه اول مره اسمع هالمعلومه، عليك قد ما كتبت اسنان صار لي سنتين او سنه ونص اول مره اسمع هذا ان الاسنان ممكن يعني بفرق طول 30 عن 40 عن عمر 50 ولا الاسنان نفسها؟ لا الاسنان نفسها الاسنان نفسها بتقصر، بيكون فيها مثل خلينا نقول اتريشن مع الاستخدام وهيك بيتاكل جزء منها. الله نعم. غير هيك انه الشفه بيصير فيها مثل ما حكيت لك شوي دروب، فبنلجا لتطويلها بنلجا لتطويلها عشان المفروض يكون عندي مثلا على الاقل من 1-2 ملي يكون ظاهر من حواف الاسنان في الابتسامه للكبار. نعم. هون مثلا تفرق بالعمر، ما بنفع حدا كبير بده ابتسامه عرفتي، او حدا صغير تكون اسنانه باينه نطولها كمان بزياده بيطلع عرفتي كيف الشكل. دكتوره ايمان الحكي معك حالي هبل، احنا لسه ما خلصنا من الابتسامه، ردي لكم ردي مع اسنانكم ونشوف حق بالذات مساله العمر اللي قاعده تتكلم عنها دكتوره ايمان. يلا كل اللي يبون يتواصلوا معانا، تبون تتشاركوا معانا في حلقتنا اليوم، احنا بنتظر مشاركاتكم عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي على 84 77 00، موبايلي 640-660 زين 746-262، وتشاركوا معنا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100. ودكتوره ايمان ما راح تقصر ان شاء الله معاكم اليوم، بس تشاركوا معنا. فاصل ونواصل. للمشاركة معنا في موضوع اليوم بعيادتكم المسموعة طبابة ألف، لكل اللي يبون يسألون عن ابتسامة هوليوود أو إذا كانت عندكم أي مشاركة ثانية حابين تتشاركون فيها معنا، حابين تطرحون كل أسئلتكم واستفساراتكم على الدكتورة إيمان الشريف عضو الأكاديمية الأمريكية لطب وتجميل الأسنان من عيادات إبلا بجدة. للمشاركة معنا عبر الاسم اس مشتركين الاس تي سي على 84 77 00، موبايل على 640-660 وزين 746-262. أيضا تشاركوا معنا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100 وعبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف أف أم. رح نبدأ الآن نستقبل اتصالاتكم، لكن قبلها عندي سؤال. يعني الحديث جدا شيق معك دكتور إيمان، يعني قلت حتى العمر سبحان الله الإنسان أسنانه بتنحت من نفسها، يعني بتنحت من نفسها خفيف، وممكن إذا كان عنده كمان عادات سيئة أنه مثلا أو كيف بدي أحكي لك عادات سيئة مثلا من النوع اللي بيحط شيء على طول أسنانه. أو ممكن هو نايم كمان، في ناس تكون عندهم صرير ليلي أنه بيهزوا على أسنانهم بيساعد عرفتي. طيب خليني أسألك على اللون. اللون إيش أنا ممكن أجيك أقول لك أبي مثلا صراحة زي لون نانسي عجرم ولا ذا ولا لا يعني هو البشرة يعني هو هلا هو هلا طبعا عوامل يعني أحكي لك شيء، هو الابتسامة الأمريكية هي اللي مالت للون الأبيض، هم اللي عملوا صار أبيض والإكسترا وايت والألوان التبييض وهذا الشيء. عندك الابتسامة الأوروبية البريطانية لا بميلوا للناتشرال، يعني مثلا بيعمل لك تجميل بيغير لك الشكل بيطول لك الأسنان، بس إنه ما حدا بيعرف إنك عاملة تجميل عرفتي كيف، بيعمل لك بلون الأسنان بتكون مايلة للصفرار اللون طبيعي.
هلا صار طبعا اللون الابيض صار موضه، انت هلا تحكي لي اسنان احلام صار الناس يجوا بدهم اسنان احلام، بدهم اسنان نجوى كرم بالفعل. يعني مش العياده من اكثر بيطلبون صراحه دكتوره ايمان، يطلبون اسنان مين يعني؟ يعني الى هلا نجوى كرم، بس اتوقع هلا بعد الموسم بعد حيصير احلام بصراحه. انا بقعد اطلع اسنان شنو فعلا لا هلا ملفته جدا. فطبعا انت بتعرفي في عوامل بتاثر لون البشره، يعني عرفتي كيف، مش بلي لأي حدا أو بده يكون اللون لازم يكون فيه حيوية، بس في ناس طبعا لأنه موضة بتصير. هلأ اللون الأسنان مرتبط ببيض، بلون بياض العين. ليش؟ يعني إحنا المفروض بالنسبة للنساء عن بياض العين تفتحي عن الطبيعي إذا بدك تبيضي درجتين لثلاث درجات. بالنسبة للرجال لا، بتاخذي نفس درجة بياض العين أو أفتح بدرجة درجتين. أوكي، بس للأسف مع الموضة الناس عم تيجي بدها الأبيض أبيض أبيض. إيه بغض النظر، أنا إذا ببيض أسناني بطلب أبي الأبيض الأبيض ولاش حق ببيض على الصفار يعني. على الموضة أيوة، ما في ناس بيجوا عاملين وعاملين دفعين ناخذ الأبيض ونرتاح فهو فعلا الناس هلأ كلها لجأ الأبيض لأنه موضة، بس هو بالأساس يعني عشان يكون متناسق، يعني ما يكون أبيض كتير وبصير يعني بين العين غايرة، مش مبينة، بتصير مش مبين بالشكل غير الأسنان، بياض الأسنان. ليه ممكن يخلي العين تصير غايرة لو كان؟ لا بس يعني أنت لما تعملي مثلا أفتح من درجة العين بكتير، عرفتي يعني مثلا بياض العين بيكون شوي مصفر، بتصير يعني بتهيألك أنه مع البياض الزايد أنه صار بياض عينك أصفر، عرفتي هو بالطبيعة مش أصفر بس من كتر البياض اللي في الابتسامة، عرفتي كيف؟ فهو يعني المفروض إنه لا يعني المريض يعني يكون ملتزم، بس طبعا مع الموضة هيك أنت بتقولي أسنان أحلام وأسنان نجوى كرم، فالكل عم بيروح للإكسترا وايت، أفتح شيء كلهم بطلبوا. نعم. طيب خلينا الحين دكتورة إيمان رح نبدأ ناخذ، مستعدة ناخذ مشاركات مستمعينا. مستمعينا الكرام احنا بنتدرى مشاركاتكم معنا، اللي حابين تشاركوا معنا عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي على 84770 موبايلي على 640660 وايضا زين 7462662 وتشاركوا معنا عبر خط هاتفنا المجاني على 02 61 61 100. وايضا بامكانكم انكم تشاركوا معنا عبر صفحتنا بتويتر على @alfalfafm اذا شنو ما كانت مشكلتكم، يعني حابين تطرحون سؤال او تصورون اسنانكم لثتكم او اذا عندكم تقرحات باللثه او اللسان صوروها حطوها لنا، ودكتوره ايمان ان شاء الله راح تشوف الصور وراح ان شاء الله تشخص لكم الحاله. ناخذ اول مشاركه معنا عبد الرحمن من الرياض. سعدي مساك اخوي عبد الرحمن. الو مرحبا. مرحبا، هلا بك، حياك، مساء الخير، مساء النور، تفضل. هلا بك اخوي، تفضل. بتمسي عليك وعلى الدكتوره، مشكوره. اهلا وسهلا. شلون اسنانك عبد الرحمن؟ كيف اقول شلون اسنانك؟ والله تمام الحمد لله، كويسه. طيب بس حبيت اسال الدكتوره بخصوص الاسقاط اللي تنباع بالصيدليات اللي تكلمت عنها قبل شوي. كت التبييض، تفضل. أيوة. كرت اسمه كرت التبييض. كت تؤثر على الحوامل أو ما تؤثر؟ أوكي. هي طبعاً إذا استخدمته هلا في شغلة، بس الحوامل دائماً بيكونوا مع علو الهرمونات في الدم معرضين لالتهابات باللثة إذا ما كانوا معتنيين بالصحة الفموية 100%. يعني الحامل المفروض ما يتكون عندها جير، تشيله أول بأول، تنظف أسنانها، تستخدم خيط الأسنان. بس فرصة ما دام فتحت القصة خلينا نحكي إنه خيط الأسنان مثله مثل فرشاة الأسنان بنفس الأهمية. إذا ما استخدموا الإنسان يعني بضل يعني بتكون الفرشة بس عملت 65% من سطح الأسنان نظفتها، 65-75% والباقي ما بيكون منظف، اللي هو مناطق التقاء الأسنان والأضراس. صحيح. وبالتالي بتبدأ التسوسات والمشاكل. فإذا كانت مهتمة بالصحة وكل شيء هلأ ممكن تبيض، بس يفضل إنه إحنا نبعد عنه. صحيح. لأنه أحيانا ما بيكون في كنترول مع اللعاب، تبلع من المادة. صحيح. فهي بس فهي مجرد إنها مواد كيميائية وأحماض، فيفضل تبتعد عنه. بس إذا مضطرة وإذا لستها منيحة وما عندها أي مشاكل، أقول الولادة ممكن بعد الولادة عشان البيبي يفضل يعني يفضل، بس نعم. يعني ما في مشكلة. نعم. ناخذ أبو مازن من الدمام. أبو مازن، ألو يا أبو مازن، ماكو. طيب أبو ركان، أبو ركان من جدة. أبو ركان مساء الخير. إيه مساء الأنوار، حياك الله. مساء دكتور، الله يسعدك. تفضل. أهلين، تفضل. الله يعطيكم العافية. أقول لك أنا عندي ولدي تقريبا عمره الآن 8 سنين 8 سنين ونص. فعنده بين أسنانه الأمامية في زي الفرق بينها، يعني مرة كده واسعة شوي، يعني في فرق بينهم. الأنياب الدائمة، الأنياب الدائمة برزت عنده. الدائمة مو الأنياب. لا أيوة عارفة أخي، بس الأنياب طلعت ولا لسه عنده تأخر فيها؟ لا طلعت. كله الستة الأماميين دائم؟ أيوة. طيب أوكي، تفضل سؤالك. عنده فرق
الاسنان اللي في النص هذه الاثنين الاماميه في فرق بينهم يعني في فراغ كذا كبير. فالولد يعني متضايق منها بشكل كبير كذا, بس عنده خالات وعمات يقول لا ترى علامات جمال وما ادري, فهو مره يعني جدا متضايق من الموضوع. قد ايه عفوا حجمه كم اللي اخي؟ اي فما ادري, هو متضايق من يعني ما ادري في لها حل يعني عمليه. طيب انا احكي لك شيء, بس هو بالنسبه هو الفراغات تتسكر بالتجميل, بس هو عمره صغير ما بينعمل بعمره مش الحين لا ايوه, فبنفضل في عمره لا طبعا انه يلجا للتقويم يعني ما بينعمل في عمره يعني تحت ال 17 سنه ما يعني ما بينعمل تقويم. احنا ودينا برضه قال يعني لسه بدري على التجميل. طيب ما انا بحكي لك اخي هو يعني هو التقويم الان حتى لو ركبوه حنستنى بروز الدواحك والدواحك, وحيبدا على عمر 12 يشد في التقويم او شيء, فانت ممكن تستنى لما يصير 12 سنه ويبدا من اول وجه في التقويم يفضل. نعم شكرا لك يا ابو ركان. فوزيه من مكه المكرمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام, هلا يا فوزية. أنا بخير, أنا دائما بخير. وإنتم كيف حالكم؟ الحمد لله. شنو سؤالك يا فوزية؟ سؤالي أنا عندي طاحنة اللي هي قصة سنة في السفلي فيها حفر, إيش علاجه؟ سنة طاحونة؟ إيوة. فيها شو؟ حفر. يعني هذه أكيد كافيتي, هذه تسوسات أختي, بدك تزوري إيوة؟ عيادة أسنان وتشوفي هل بيترمم مثلا هذا الكافيتي هاي اللي عندك التسوس بالحشو, او انه احتمال يكون وصل للعصب اذا الحفره كبيره, هي حسب ما بتحكي. نعم. حفره فاكيد بده تكون الكافيتي كبيره مدام هي شايفاها. نعم. فغالبا احتمال حشو او علاج عصب. نعم شكرا لك يا فوزيه. مستمعين الكرام كل اللي حابين يتشاركوا معنا اليوم عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي على 8477 00, موبايلي على 640660, وايضا زين 7462622, وخط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100, وصفحتنا بتويتر على @@FM. ناخذ محمد بن حائل. محمد ألو ماك محمد. يلا علي. محمد علي من الرياض. علي ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام, تفضل أخوي الكريم. الله يخليك تفضل. أنا حابة أسأل الدكتورة بس عشان التبييض بعد فترة, في واحدة من أخواتي أخذ سوى التبييض, بعد فترة قلب اللون نفس, رجع اللون نفسه زي ما كان, يعني ما استفادت من التبييض. ما احنا بعد فترة أو لا ثابت. لا ما احنا حكينا أخي, هو التبييض اللي هو التبييض هذا اللي في العيادات بيكون لونه غير ثابت, فاحنا هو يعني بيعيده المريض, فاحنا بننصح مرتين في السنه مش اكتر, يعني كل 6 شهور بامكانها تعيده. اوكي بتاثر طبعا بالشاي بالقهوه هاي الشغلات, فبرجع من اول وجديد الاسنان لونها القديم, فهو للاسف لا يعتبر دائم. نعم شكرا لك. الله يعطيك العافيه. شكرا. أهلين. أهلين يا علي. ناخذ ماجد. ايوه حنبدا في المسجات. حياك الله يا ماجد. الله يحييك. الحمد لله. شلون اسنانك؟ طمنا. الحمد لله والله اللهم الحمد. الا هالحمد والشكر تفضل. بس الأسنان شوفي عندنا باليمن في منطقة الأسنان يطلع أسود كامل. أوه الأسنان بدايتها يعني؟ من الموية, يقولوا إنها من الموية. أيوة مزبوط. أيه؟ مزبوط. هي مناطق الجنوب واليمن هذا من تشوهات الفلورايد بيكون نسبتها عالية, بتعمل تشوه, بيكون السن مثل ما حكينا هلا تشوهات خلقية, هاي مش خلقية, تشوهات من الفلورايد, بيكون في تشوهات في المينا مثل سطح الطبشير, بتحسي الأسنان مصبغة فيها مثل الفقاعات أحيانا. أيه؟ فللأسف هذه علاجها لازم, لا قشور تجميلية ما بتتبيض, ولا ما لها علاج غير قشور تجميلية عشان تغطي كل هذا. أخوي ماجد. ايوه هو من الماء يعني اللي بتشربونه بتسود الاسنان ولا شلون؟ لا من يعني منطقه نعرف هذا من المويه, انه هي يقول من المويه حق الشرب, بعدين تشوف المنطقه ذا بقى الاسنان كامل على طول اسود. طيب يلا ديروا بالكم. شكرا لك اخوي ماجد. خليني ابدا بالمسجات. اسعد الله مساكم بكل خير. لا تتكلم الدكتوره عن التبييض بوجود الحشوات بالذات الاسنان الاماميه, ايش رايك دكتوره؟ اذا في حشوات حيبيض السن وتضل الحشوات مثل ما هي, فاذا هو يعني في حلين, اذا بده يعمل قشور تجميليه او يعمل تبييض, وبعد ما يعمل تبييض باسبوع لاسبوعين يثبت اللون, ممكن يغير الحشوات على اللون اللي اكتسبه من تبييض الاسنان. نعم. لكن الحشوات ما بتبيض. ما تبيض. طيب ايضا سليمان من جيزان, اسعد لي مساك, مشكور, يقول مساء الخير والاحساس والطيبه, حياك الله يا سليمان. زميلك عادل بربع ما عاد نسمع صوته, عسل مانع خير. لا موجود اخوي يوميا بيقدم الاخبار, بس يمكن يطوف عليك. امينه مرض كورونا انتشر في المملكه, ان شاء الله يوم الاربعاء القادم بمشيئه الله اذا ربي احيانا راح نتكلم عن فيروس اللي هو الكورونا, وراح يكون ضيفنا ان شاء الله بمشيئه الله تعالى الدكتور سامي عيد, نائب شؤون محافظ الشؤون الصحيه بمدينه جده, وايضا
المتحدث ممثل وزارة الصحة بمشيئة الله. خليكم معنا، راح تكون حلقة جدا إن شاء الله مهمة. طيب راح أبدأ أرجع لعلى تويتر، خلينا نبدأ بتويتر دكتورة. بنت الجنوب تقول شنو الحل لإزالة البقع البيضاء من الأسنان الأمامية؟ مثل ما حكينا هاي البقع ما بتروح للأسف، فبدها تعمل قشور تجميلية، بتكون حتى لو بيضت أسنانها حتعطيها برضو على لونين، حتعطيها على لونين، حتفضل ما حتروح، يعني حيبيض السن وحتضل البقع. فللأسف مثل ما قلنا إحنا الحالات اللي ما بيصلح فيها التبييض بيلجأ الواحد للقشور التجميلية إذا كانت مأذية يعني. نعم. وبتسأل بتقول التبييض هل بيضعف المينا؟ إذا تكرر كتير أوكي، لأنه مادة حمضية كأنك بتنقعي المينا بحمض على مدار السنة، بس هو إذا استخدمته يعني بطريقة معتدلة كل 6 شهور مرة نرجع نقول بكفي، يعني ما بننصح فيه أكثر من هيك. نعم، مثل ما قلت لكم بالأول لا تلف ولا تدور ولا تحتار مع طبابة ألف، إن شاء الله رح تلقى الحل دائما لكل اللي بيعانوا من الابتسامة، لكل اللي بابتسامتهم بيحطون يدينهم على فمهم، أو إذا كانت عندكم أي مشكلة ثانية حابين تطرحون على ضيفتنا لليوم الدكتورة إيمان الشريف عضو الأكاديمية الأمريكية لطب وتجميل الأسنان. شاركوا معي عبر الاسم اسم مشتركي الاستيسي على 84770 موبايلي 640660 وزين 7462622. فاصل ونواصل. جديد طبابة ألف العيادة المسموعة. للمشاركة معنا اليوم بطبابة ألف لكل اللي عندهم أي سؤال أو استفسار لا تديرون بال ولا تشيلون هم ولا تحترم، معنا اليوم الدكتورة إيمان الشريف عضو الأكاديمية الأمريكية لطب وتجميل الأسنان من عيادات إبلاء بجدة. لكل اللي حابين يسألون أي سؤال للمشاركة معنا عبر الاسم اس مشتركين الاستيسي على 84770 موبايلي على 640660 وزين 7462622. أيضا للمشاركة الهاتفية المجانية راح تكون عبر الرقم 02-61-61-100، وبإمكانكم أيضا أنكم تشاركوا معنا عبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف أف أم. صوروا لي أسنانكم، لثتكم، شنو المشكلة اللي بتعانون منها ممكن تشاركون فيها معايا. طيب راح نرجع دكتورة إيمان، راح نرجع أيضا عبر الفيسبوك، إبلا موجودين عبر الفيسبوك، ممكن تشوفون الحالات قبل وبعد بالذات ابتسامة هلو. حاطين الصور دكتورة إيمان؟ في صور على كل أنواع التجميل، مرة حلو. بقدروا يدخلوا يشوفوا على يعني حاطين الأسنان قبل ما تعملونهم ابتسامة هلو وبعد بتحمسونهم حيل يعني. يلا اعملوا لهم آد على الفيسبوك وخذوا وشوفوا الصور تفرجوا زي ما تقول. عبد الرحمن من جدة، أخوي عبد الرحمن. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل أخوي. الله هيك، ممكن أكلم الدكتورة؟ أكيد بكل سرور. عندي سؤال، عندي أخوي صغير عمره حوالي 9 سنين، عنده السن الأمامي واحد منه مكتسر حوالي ثلثه، واحد من السن الأمامية، يعني ممكن في حله ولا يعني بيترمم بحشوات تجميلية لأنه عمره صغير؟ طبعا بنعمله ترميم بحشوات تجميلية إذا كان يعني بعيد عن العصب. أو من إمتى مكسور؟ زمان؟ لا لسه المنشار كده حوالي، بس السن يعني هو الأساسي. بنشوف طبعا. مفروض كنت بعد الكسر تاخدوا له أشعة بس لتطمئنوا أنه ما في كسر بالجدر أو كسر في أي منطقة أخرى بالسن يعني أو شيء. وشوف يعني لازم تراجع عيادة ينعمل له أشعة ويتأكد من صحة العصب، وبعدين بيترمم إذا ما في أي شيء بس بحشوة تجميلية بس تكفي يعني. نعم، شكرا لك أخي عبد الرحمن. ما تشوفون شر، ناخذ ياسر. ياسر من مكة، أخي ياسر. أيوه السلام عليكم. نعم حياك الله ناشر ياسر. بس هم السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخوي. لو صحت، أنا عندي الأسنان الاثنين الأنياب المقدمة. أيوة. هذه الاثنين جاية راكبة فوق نفس السنايل، فما أدري أسوي تقويم أو ما أدري شيء. لا إذا راكبة فوقها طبعا تقويم يفضل، أكيد طبعا تقويم. مرة حاليا بدت ترجع، يعني بدت ترجع لنفس المكان. كم عمره؟ 23 سنة. أي طيب معناته يفضل نشوف الحالة، نشوف أفضل. الحالة لازم يفضل، لأنه إذا فوق يعني اثنين عيب بالضبط أجيك في العيادة أو ألجل أي مرة. لا تعال أنا قلت تعال يا ياسر، لأن حتى أيضا بيسألون يعني موقع الدكتورة لو تدلونا مكان عيادتها. موجودين في طريق الملك، برج طريق الملك الدور الثامن. برج طريق الملك الدور الثامن. طيب الدور الثالث. الثامن. الثامن أخوي عبد الرحمن. الثامن. إيه يلا قدامك العافية، وكلمنا إن شاء الله لما تروح عند الدكتورة إيمان. فما لا. أبو محمد من جيزان يقول مسعد الله، يسعد الله ظهيرتكم، أنا عندي ولدي محمد عمره 5 سنين
عنده مشكلة مص الإصبع منذ الولادة وحاولنا بشتى الطرق منعه وفشلنا. فيها صار عنده تشوه في مقدمة أسنانه. إيش الحل؟ هل يوجد حل جذري؟ للأسف مص الإصبع بيخرب للفك العلوي، بيخليه متقدم أو بيحصل بعدين الطفل على عضة مفتوحة، بصير لما يعض على أسنانه ما تتلقى. طبعا بننصحه يتوجه لأخصائي تقويم. أوكي، في جهاز بيحطوه بيخلي الطفل ما يقدر يمص إصبعه، فبيقدر يحصل عليه من أخصائي التقويم أو أخصائي أطفال يعني يزور. أتذكر دكتور نورس خير الله قال الأسبوع اللي راح فيه الجهاز ممكن يحطوه. أيوة، يمنع أحد الأمهات شاركت معنا الألم. طيب أيضا دكتورة سؤال بيقول هل تنفع العدسات اللاصقة للأسنان إذا كانت الأسنان فيها حشوات تجميلية أو ما تمسك حسب كلام الدكتور، أو أفضل صناعة للعدسات؟ حسب وضع الحشوات. هل هي مثلا إذا حشو جانبي صغير لا بيقدر يعمل، إذا مثلا ماخذ السنكة إنها مثلا طبقة تجميلية كاملة لا طبعا يفضل إزالتها، وحسب الحالة طبعا لازم نشوفها ونشوف موقعها وعمقها وكل شيء على هذا الأساس بتحدد يعني. نعم، نرجع لمشاركاتنا الهاتفية. ناشر معنا من مكة المكرمة، حياك الله أخوي ناشر. ألو ألو ألو. طيب ناخذ موجود ناشر. ألو أخوي. طيب مو موجود، يا ريت ترجع تتكلمنا مره ثانيه. ام محمد من ابها. ام محمد الو عزيزتي ام محمد. طيب اذكركم بارقام تواصلنا اللي حابين تشاركوا معنا في حلقتنا اليوم للمشاركه عبر الاسم اس مشتركين الاس تي سي على 84 7700، موبايلي 640-660 زين 7462 62، المشاركة عبر خط هاتفنا المجاني 02-61-61-100. وأيضا ناخذ مسج. أنا عمري بيقول 23 سنة عندي سكر في الدم، مدى استخدام فرشاة الأسنان عادي يستخدمها دكتورة ولا شو؟ لازم يستخدمها. يعني لازم تستخدمها. أول شيء لازم يكون السكر منتظم عشان تحافظ على صحة أسنانك، لأنه اللي عنده سكري منتظم هو إنسان طبيعي، اللي غير منتظم هو اللي حيفوت في المضاعفات لمرض السكر. طبعا لازم تستخدم الفرشة طبعا، وكمان زيد عليها خيط الأسنان. صحيح، ما يبي لها لازم حكي. ولا بقايا الأكل والبلاك هذه كلها بتعمل لك التهابات للثة، وإذا كان سكر مش منتظم يعني تفاقم الحالة. انزين. طب دكتورة أيضا بتقول أنا بنت عمري 21 سنة عندي مشكلة، سويت 3 مرات تقويم بس مو براضية، بترجع ورا كثير بارزة وحجمها كبير، شنو رأيك؟ هلأ في حالات بتستدعي خلع الضواحك اللي خلف الأنياب، فاحتمال إذا هي مش راضية ترجع أسنانها فاحتمال تكون حالتها بدها خلع، تعمل من أول وجديد عند طبيب آخر. من جديد عند دكتور ثاني. تعالي عند الدكتورة إيمان. طيب ناخذ مشاركات فيها معنا. ناشر ألو. هلا هلا بك زود، حياك أخوي ناشر تفضل. عندي مشكلة في الأسنان. تمام. نعم. عندي معها كل حاجة زي شوكولاتة أو حلوة أو من هذه الحلال حاجة الحالية أو تمر، فأحس الأسناني سقين هكذا الأضراس مع الأنياب. تابعت رحت عند طبيب أسنان تأكدت إنه ما في تسوسات؟ حتى زد برضو إذا شربت موية بارد على بعض هذه الأكل الحالي حلوة أو شوكولاتة أو تمر. خلاص أسمع كان ما يسكر لما الرأس. طيب أخي، هي عموما دائما الحساسية من الحلويات بتكون من التسوسات، لكن في حال إذا راح وما كان في تسوسات احتمال الآخر إنه يكون عنده تراجع في اللثة أو مشاكل، أو مثلا المينا عندهم ضعيفة، في الناس اللي بأحماض كتير وليمون كتير أو بفرك أسنانهم بليمون فبيكون عندهم مشاكل حساسية. نعم. فبتأثر عليهم البارد والحلو، هاي الشغلات كلها بتلمع عليهم الأسنان، فيفضل طبعا يراجع عيادة ويشوف إيش السبب منهم. نعم، شكرا لك أخوي. ناخذ أحمد. ألو أحمد. نعم، السلام عليكم. نعم، بحالك إن شاء الله. وعليكم السلام، تفضل أخوي الكريم. يا أختي بصل الدكتورة، أنا قبل فترة رحت عشان إني بسوي التلبيسة دي للأسنان حقتي، والدكتور شال لي الأعصاب حقت الأسنان المقدمة كلها هذه، وصار في اختلاف بيني بينه وسبته ما مرت عليه. الآن الأسنان ذي يقول شال منها الأعصاب دي، هل هذه فيها مضرة لي ولا طبيعي؟ طيب أنت كنت لما بدك تعمل تركيبة على الأسنان الأمامية يعني إيش سبب إنه شال لك الأعصاب؟ هل بده مثلا يرجع لك إياها إلى الخلف كأنه تقويم أو شيء ولا بس؟ لا هو قال لي بشيل الأعصاب عشان الآلام دي
تشيل منه وبلبس لك بتلبيسه. اه لا طبعا هو للاسف في هاي الشغله منتشره بس هي خطا يعني مش ضروري السن اذا انبرد للتلبيس يكون لازم ينسحب عصبه الا اذا كان متضرر اوكي. لكن انت اوريدي صرت سحبت يعني هو المفروض انه ما نسحب عصب لانه بضل معك على طول العصب يعني هو اللي بيعطيك بعدين تحت التركيبه صار شيء عندك حساسيه هو اللي بينذرك في المستقبل. لكن هلا خلص بدك تكمل علاج العصب وان شاء الله ما في شيء كمل علاج العصب يعني والحشوات وان شاء الله بتكون متقنه وما بتعمل لك شيء على المدى البعيد. قال لي دكتوره انها حتكون ضعيفه لما ان شاء الله العصب يقول حتكون ضعيفه لذلك لازم ايش نلبسها. ما هو عشان هيك اخي انا بسالك هل انت ليش شو سر التلبيس يعني ليش رحت تلبس هل كان عندك مثلا حشوات تحت تسوسات واصله العصب؟ في وصخة في الأسنان الأمامية قد يكون هذا السبب تسوسات خلص يعني على قريب من العصب فطبعا بعد سحب العصب يفضل أنه يتلبس السن عشان بيكون ضعف وغير أنه مدام في تسوسات أمامية هو بيحكي فبيكون مش باقي كتير من مينة السن فضعيف خلص يفضل أنه يكون عليه التركيبات. نعم رح ناخذ مشاركة أبو سيف نعم حياك الله أبو السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا يا أبو سيف تفضل. ممكن أكلم الدكتورة؟ أكيد يلا تفضل. كيف حالك الدكتورة؟ أهلين تفضل. يعطيك العافية. عندي ولدي عمره سنة ونص وعنده اصفرار في الأسنان. أنا اللي أعرفه أنه بداية تسوس يعني بقى أسنانه فيها بقع صفرة؟ إيه صفرة كذا على تحت. وين في الأسنان العلوية ولا السفلية؟ في أسنانه كلها تقريبا. هو تو تطلع أسنانه حتى الأنياب لسه ما طلعت الظاهر. طيب هو غالبا البقع هاي حتكون بداية تسوس بدكم بس تحرصوا إذا هو بياخد رضع حليب بالليل أوكي إنه لا نوقف له هاي الشيء ياخد مثلا مي بدالها أو هذا الشيء ولازم تتفرش أسنانه. لازم تتفرش أسنانه لأنه خلص مجرد ما يطلع السن لازم يتنظف طبقة البلاك عليه مع طبعا مع حليب الأطفال طيب. والسكر اللي فيه على طول بيفتح تسوسات في الأسنان اللبنية. نعم شكرا لك. طيب طبقة الفلورايد أيوة أخي هو ممكن أنت تعمل له فلورايد في عيادة بس الأساس كمان التنظيف يعني لازم تنظف له أسنانه وتشيل له البلاك من عليها لأنه إيش فايدة تعمل له مثلا فلورايد والبلاك موجود طول الوقت على أسنانه. نعم. فاعمل له مش مشكلة بس كمان تهتم بالنظافة وتوقف له الحليب إذا كان بياخد حليب بالليل يفضل أنه يتوقف. نعم كل اللي حابين يتواصل معنا عبر الاسم اس مشتركي الاستيسي على 84 77 00 موبايلي 640 660 زين 7462 62 وخط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100 وعلى صفحتنا بتويتر على @ألف ألف أفأم وبشكر كل اللي قاعدين يتواصلون معي الآن 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 بتويتر يعني كلكم شكرا لكم إن شاء الله رح أقول أسماءكم دكتور شكرا لك والشيخ ناوق أيضا شكرا لكم على دعمكم وعلى مشاركاتكم معي. طيب جابر جبرين بيقول الأصفرار الأسنان عندي سؤال شنو الحل لها؟ ايش رايك دكتوره؟ اصفرار الاسنان ما هو اصفرار الاسنان في عندنا كذا شيء في طبقه خارجيه هي بتروح بالتنظيف والتلميع بالعياده أوكي. اوكي وفي طبقه داخليه مثل ما حكينا الطبقه الداخليه ما بت... يعني يا اما بدها تبييض يا اما بدها قشور تجميليه بس اذا كان فقط من الطبقه الخارجيه اللي هي من الشاي والقهوه والتدخين التلميع بيكون كافي يعني ازاله جير وتلميع بيكون كافي في العياده. نعم ايضا وسام بتويتر ايضا بتقول انيابي طالعين فوق وانا اخاف من الابر وشوية صفرة إيش الحل؟ الحل قلنا الأصفرار لكن الأنياب فوق هل ممكن أنها تنزل؟ حسب عمرها وغالبا إذا عالية كتير بدها تقويم بدها تقويم لتنزل. نعم. أيضا جيلان بيقول أنا سويت عملية سحب الجذور للسنين الأماميين فقط والدكتور قال لي حط كرونة أو حاجة. طيب سحب عصب يمكن ما أدري. طب أوريك يا بعدين إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله تقرينا دكتورة ونعطي إن شاء الله الحل. مستمعينا الكرام كل اللي حابين يتواصلوا مع الدكتورة إيمان الشريف عضو الأكاديمية الأمريكية للطب وتجميل الأسنان من عيادات إبلة بجدة للمشاركة معنا عبر الاسم اس مشتركين الاستيسي على 84 77 00 وأيضا مشتركين موبايل على 640 660 وزين 7462 62. أيضا بإمكانكم لكم تشاركوا معنا عبر خط هاتفنا المجاني 02-61-61-100 وأيضا تشاركوا معنا عبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف أفأم. تقدرون تحطوا لي صورة أسنانكم أو اللثة أو شنو المشكلة اللي أنتم بتعانون منها صوروها حطوها لي بتويتر وإن شاء الله الدكتورة إيمان رح تطلع على كل صوركم وعلى كل أسئلتكم واستفساراتكم. رح نطلع فاصل ورح نرجع نواصل معاكم ومع عيادتكم المسموعة طبابة ألف وابقوا معنا. طبابة ألف العيادة المسموعة للمشاركة معنا اليوم بالعيادة المسموعة عبر الاسم اس مشتركين الاستيسي على 8 8
47700 مشتركي موبايل على 640660 وأيضا مشتركين زين 746262 وخط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100 وتويتر شاركونا بصفحتنا عبر تويتر على @ألف ألف أف أم. دكتورة إيمان رح أبدأ بالمسجات. طيب بيقول أنا عبير من جدة بتقول عندي فرق بين السنين اللي قدام وفوق، هل إيش حلها؟ إذا بس عندها فرق ممكن تعمل اللي هو جلسة واحدة إغلاق الديستما اللي هي الفرق ما بين السنين وبتكفيها، يعني تكفيها. ممكن تكفيها. نعم يعني. طب أيضا هل تبيض الأسنان الزائد بيؤدي إلى اسمرار الوجه فعلا دكتورة؟ هو مش بيسمر الوجه بس هو حيبان الفرق بين البشرة والأسنان، يعني مش البياض هو يعني مش بياض الأسنان هو اللي حيسمر لون البشرة، بس حيصير واضح، يعني كل ما تصفر الأسنان بتعطي بشرة أفتح، كل ما تبيض الأسنان حتعطي بشرة أغمق، لأنه حيصير الفرق بين اللونين. احنا عشان كذا تحت الهواء قاعدين نتناقش موضوع التبيض. يعني طيب عندي حشوة معدن خرجت من مكانه وأصبح التجويف بدون حشوة، ايش اسوي؟ لا لازم تروح على عيادة، يتوجه لعيادة ويشوف هل في تحت تسوس، بتعالج وبتنحش من اول وجديد. نعم. ولدي بيقول طيب اروح على تويتر على بال ما يطلع لي الاسم مرة ثانية. بتويتر هل يلزم برد السن وهل تتغير شكل الاسنان؟ سارة. وفي عيادة وتفاوت الأسعار، تسأل أيضا عن تفاوت الأسعار دكتور. برد السن في بشو؟ برد الأسنان بس، هل يلزم برد السن وهل تتغير شكل الأسنان؟ يمكن في التبييض دكتورة، في التجميل. ما هي حسب الحالة وحسب النوع التجميل، في أنواع مثل ما حكينا اللي هي البريفينير بنحتاج فيها وتبرد، وفي نوع اللي هي بدون تحضير اللي هي نظام الجلسة الواحدة أو نظام الجلستين مثل اللومينير، هاي ما فيها برد للأسنان. حلو. طب جيلان بيسأل أنا سويت عملية سحب الجذور للسنين الأماميين فقط، الدكتور قال لي بحط لك كراون، ممكن أعرف كم تكلفته؟ هو تقريبا سحب عصب من جذور الأسنان الأمامية وبده يركب له عليهم، يفضل بعد سحب العصب أنه يعمل، وطبعا سعر التركيبة حيكون حسب هو شو نوع يختار، في أنواع تجميلية وفي أنواع تكون عادية مثلا زي البورسلين على معدن وهي الشغلات، فهو شو بيختار. أيضا اتحدث. ولدي نعم، ولدي طاح على أسنان الأمامية وتأثرت أحد أسنانه مما أدى إلى تغير لونها إلى الأسود. نعم إلى الأسود، عمره 5 سنوات، شنو الحل دكتورة؟ هلأ إذا بس تغير والسن في مكانه أوكي، بس بيتابع إنه بس ما يعمل خراج أو شيء، بس بتضل كل فترة تروح تعمل له كشف وتشوف السن صار تحته خراج أو لا عشان ما يؤذي الدائم، بس غير هيك في مكانه. في أسنان للأسف بتتحرك بنخاف تأذي الدائم اللي تحتها، فبنضطر وقتها إنه تشيل السن الأمامي. نعم. ناخذ مشاركة هاتفية، نقول ألو. ألو 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 أحمد. أحمد حياك الله. نعم حياك الله يا أحمد، تفضل. رحلة صار. طيب للأسف إحنا الوقت تقريبا داهمنا دكتورة، أو ممكن أخذ أنا بس بسألك عن شيء، مدى الحياة، هل في تبييض أو قشور ممكن تنحط مدى الحياة؟ يعني مثلا أنا ما بأسوي كل 6 أشهر دكتور أو سنتين أو 5 سنوات، هل ممكن في شيء يخلي لي مدى الحياة أسناني كلها تبل؟ أكيد القشور الخزفية، بس خليني أشرح لك شغلة، مدى الحياة في طب الأسنان يعني من 10 إلى 15 سنة، من 10 إلى 15 سنة تقريبا. أيوة من 10. طب حلو. لأنه أيوة لأنه بعد 10 سنوات فسيولوجيا اللثة بتتراجع، فطبعا إذا تراجعت اللثة، إذا كانت مثلا القشور لونها ناتشرال نفس لون الأسنان صفرة ما حتبين، ممكن مثلا يخليها، بس إذا كان عامل الأبيض الأبيض أوكي حيبان في فرق، حتصير عندك الحواف كلها لونها أصفر، فحيضطر إنه يعني يشيلها ويغيرها. فبس هذا مفهوم خاطئ دايما عند الناس، إنه مدى الحياة بفكروا خلص مدى الحياة 50 سنة، عرفتي؟ يعني من 10 مدى الحياة اللي هي من 10 إلى 15 سنة، من 10 إلى 15. في أبحاث كمان بتحكي إنه مدى الحياة في القشور التجميلية ممكن تمتد لـ20، بس يعني من 10 إلى 15. أنا جدا شاكرة تواجدك معنا اليوم دكتورة إيمان، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك. مستمعينا الكرام أيضا أشكر كل التواصل معايا عبر الاسم أسز وعبر مداخلاتكم الهاتفية وعبر صفحتنا أيضا بتويتر، رح ألتقيكم إن شاء الله بكرة بتمام الساعة 8 صباحا من خلال مشوارنا الصباحي صباحك ألف. إلى ذلك الوقت أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع باقتنا البرامجية برامج ألف ألف أف أم.